Para peserta atau pendamping, mohon mendengarkan nomor yang akan tampil. Kalau sudah dipanggil nomor peserta yang akan tampil, siap-siap silahkan duduk di sebelah kiri panitia. Terima kasih. Selanjutnya kami panggil nomor peserta 11-11. Nomor peserta 11-11 mengambil paket soal E030. Nomor peserta 11-11 mengambil paket soal E30. Siap-siap nomor peserta 11-04. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Isa ibn Maryam, Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عيسى بن مريم اللهم ربنا takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan milk warzuqna wa anta khairur raziqin. Qala Allahu inni munazziluha 'alaykum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن وأرسلت فلما سمعت بمكرهن فَلَمَّا
سمعت بمكرهن أرسلت إليهن فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن قلن حاش لله وقلنا حاش لله ما هذا بشرا وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين إن المتقين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين
falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduwwun lahuma qala lahu Musa qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams wa ma in turidu illa an takuna jabbaran fil ard wa ma turidu an takuna minal muslihin. Sadaqallahul azim.